رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، وما زلنا مستمرين في الحديث عن الصحة والطب في حلقتنا لليوم. والحين مشاهدينا بننتقل لموضوع في غاية الأهمية للحفاظ على صحة الطفل، وهو كيفية العناية بنمو الطفل بشكل صحي. خلونا نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدنا أن نتكلم اليوم عن موضوع النمو لدى الأطفال. إن النمو عند الأطفال يتكون من نمو في الوزن ونمو في الطول ونمو في محيط الرأس. يتأثر النمو بعوامل كثيرة، ومن أهم هذه العوامل المواد الغذائية والمواد النفسية. هناك على الأقل 13 مادة تؤثر في نمو الأطفال، وخاصة بنمو الطولي. منها مادة الزنك، منها مادة اليود، منها الفيتامين دال، منها الحديد، منها البروتينات والحمود الأمينية، منها الحمود الدسمة الأساسية، وهناك أيضا عناصر أخرى. حتى يكون النمو ممتاز يجب أن نوفر هذه العناصر الغذائية الضرورية للطفل. طبعا عدا العناصر الغذائية الضرورية، لأن النمو عند الطفل كالنمو في أي بناء لا يتم إلا إذا اكتملت العناصر الغذائية. فلو أن المهندس يريد أن يبني بناء فلا يستطيع أن يبني هذا البناء حتى تتوفر العناصر الضرورية. إذن أول نقطة في النمو البناء هي توفر العناصر الغذائية. أما العنصر الثاني فهو توفر العناصر النفسية، لأن الطفل حينما يعاني من مشكلة نفسية أو عاطفية تتولد عنده هرمونات هي تدعى هرمونات الشدة، وبالتالي يصبح الطفل أقل نمواً من المطلوب. الشيء الآخر هو النوم. النوم عند الطفل كما نعلم أن هرمون النمو يفرز في الساعة 12 الساعة 12 بالليل، ويستمر تأثيره 6 ساعات، ويزداد تأثيره كلما كان هناك حركة. فالأطفال حينما تنام باكرا وتستيقظ باكرا يكون هرمون النمو ذو فعالية أكثر، وبعكس الأطفال التي تتأخر في النوم وتتأخر في الاستيقاظ تكون فعالية هرمون النمو أقل. إذن لنحرص نحن على غذاء جيد، ونحرص على نفسية طيبة لأطفالنا، ونظام للنوم جيد، حتى يتمكن الأطفال من النمو بشكل جيد. أيتها الأم، كثيرا من الأمهات تسعى إلى إطعام ابنها بالقوة، وهذه نقطة ليست صحيحة. الطفل يأخذ حاجته. اختاري طعاما جيدا ومغذيا وذا طاقة، ولا تجبري ابنك على الطعام، لأن الإجبار على الطعام يحرض أذى نفسي عند الطفل، فهو قهر للطفل، وبالتالي يؤدي إلى أن يكون هذا الطفل ضد الأسرة وضد المجتمع وضد أمه، وبالتالي بيقل حبه لأمه وبصير بيحاول يضايقها. فالأم لا تجبر الطفل على الطعام، ولكن تختار طعام مغذي وتختار وقت مناسب بحيث أن يكون هذا الطفل مستمتع بالطعام وليس مكرها وملزما. ولنذكر أن أحسن فاتح للشهية عند الأطفال هو التشجيع والحرمان من الطعام وعدم الإسراف في فرض الطعام على الأطفال. إن الصحة عند الأطفال جزئين، صحة جسدية وصحة نفسية عقلية، والأهم هي الصحة النفسية العقلية، والتي تبنى من خلال الأسوة الحسنة في الأسرة، ومن خلال التعليم التربية الجيدة لدى الأسرة، والتي ليس فيها إكراه ولا تعنيف ولا توبيخ، وفيها كل الاحترام للطفل ولمشاعره. بالنهاية أقول أن نمو الطفل يجب أن يراقب ضمن مخطط معين لمراقبة النمو. إذا كان تحت الطبيعي من شوف السبب، أو إذا كان فوق الطبيعي ودائما الزايد مثل الناقص. زيادة الوزن هي مثل نقص الوزن، ليست مفيدة. نحن لا نريد أطفالنا بدناء ولا نريدهم نحفاء، نريدهم وسط يجمع بين الصحة الجسدية والصحة العقلية والصحة النفسية، وأن يكون جسمه خالي من النقص. هناك عدة مواد يمكن أن تؤثر ويحتاج الطفل منها الحديد، وهي تكفي الطفل حينما يلد يكفيه مادة الحديد حتى الشهر الرابع. بعد الشهر الرابع لازم بلش ندخل الحديد، وهناك أطعمة أخرى يمكن إضافتها حسب الحاجة. شكرا لكم وتحياتي لكم، وأتمنى لكم الصحة والسلامة لأطفالكم والنمو السليم والعقل السليم في الجسم السليم.
بالفعل مشاهدينا العقل السليم في الجسم السليم، وأتمنى مشاهدينا أنكم استفدتوا من النصائح اللي قدمها لنا الدكتور طبعا في هذه الفقرة. مثل ما ذكر الدكتور، نمو الطفل ليست فقط من ناحية الجسمية أو الجسدية، بل الأهم منها الناحية النفسية. صحيح عاشا، أيضا نحن لازم نحافظ على صحة أطفالنا، مثل ما قال الدكتور أيضا لا نجعلهم بدنا ولا نجعلهم أيضا نحفاء، فبالتالي نحافظ على الوسط عشان السمنة عندنا طبعا. فلذلك ننتقل معكم مشاهدينا إلى فقرتنا التالية، وهي فقرة سكر أسمر، محضرة لنا اليوم سمر البدوي، موضوع جديد، خلونا نتابعه وعقب لنا رجع. يسعد صباحكم عن جديد. رح نحكي عن الأسماك اللي هي معروفة تماماً إنه هي غذاء قوي جداً جداً، غني بكل أنواع البروتين، وغني بالأحماض الأمينية، وغني أيضاً بالأحماض الدهنية اللي هي الـ FDF. المهم رح نحكي عن اليوم مادة موجودة في الأسواق، ما رح أحكي على السمك الفريش. الفريش معروف، ومعروف قديش هو عناصر الغذائية أقوى بكتير من كان من المجمد أو المعلب. بس في نقطة مهمة حابة أحكي عنها، عن السمك المعلب، وأهمه هي مادة السردين. سمك السردين غني جداً بالأوميجا 3، هذه لازم نعرفها. سمك السردين لما منجيبه دايركت مباشرة إحنا من البحر مناكله، بكون غني وفريش وبطريقة رائعة جداً، مركز كمان بالأوميجا 3. هلأ في عنا شغلة تانية كتير مهمة، اللي هي بالشكل هذا، لما بتيجي بهذا الشكل معلبة بهذا الشكل، هذا شيء طبيعي، يعني بدنا نكون شوية حذرين أو نعرف أي منهم الأفضل. يا إما بيجي السردين مع زيت، بكون مركز مع الزيت، مخلوط مع الزيت، أو بيجي مع المي. هلأ مين الأفضل للأكل وليش؟ الأفضل إنه نتناول السردين اللي هو مع الزيت. الأوميجا 3 الأحماض الدهنية الأساسية اللي موجودة بسمك السردين بتدوب بالدهن، زيت بدوب بزيت، زيت ما بدوب بمي. الأحماض الدهنية الأساسية اللي هي الأوميجا 3 على طول بتدوب بالدهن، فإذا هاي بتكون غنية جداً بالأوميجا 3. وإحنا هلأ ما عم نحكي عشان دايت أو غير دايت، لا، أنا عم بحكي علشان كيف بدنا ناكلها. لازم تاكلوها مع الزيت تبعها، ما تكبوا الزيت تبعها، لأنه بكون أصلاً تحللت المواد من السردين وانخلطت بالزيت. والنقطة الثانية الأهم كمان، إنه السردين بهذا الشكل بيكون غني جداً جداً بالكالسيوم. ليش؟ لأنه شوفوا العظم تبعه، كل العظم تبع السمك بيكون طري جداً، تبع السردين بيكون طري جداً، وايضا ماده الكالسيوم بتكون تحللت هون وصارت سريعه الامتصاص. يبقى اذا بناخذ هذا السردين بهذا الشكل افضل من ما انه ناخده بقلب المي. هاي شغله. الشغله الثانيه، دائما دوروا على المعلبات اللي بتكون على الاقل مطليه من جوا، بتكون مطليه بلون ابيض من جوا، هذا بيمنع تاكسد الماده الغذائيه اللي موجوده، وبيمنع اختلاط المعادن والالمنيوم بقلب هذه المواد، وخاصة المواد الزيتية كمان كتير مهمة. ليش احنا بنقول ما نحط زيت الزيتون بقلب علب بلاستيك، ما نحط زيت القلي مثلا بعلب بلاستيك، ما نحط الزيوت اللي عندنا بعلب بلاستيك، ولا السمن ولا الزبدة ولا شيء. ليه؟ لأنه هاي المواد البلاستيكية هي مواد نفطية، أوكي، مصنعة طبعا، وهي عبارة عن مواد ضارة جدا للجسم. فإذا اتحدت مع الزيت حتؤدي إلى ضرر جداً جداً كبير بالجسم. هاي بالنسبة للسردين اللي حكينا عنه اليوم. في مادة تانية اللي هي السلمون، كمان غنية بالأوميجا 3. هلأ شو بتعمل لنا هاي الأوميجا 3؟ هاي الأوميجا 3 بتشتغل على كل إشي اسمه خلايا بالجسم، وخاصة خلايا الدماغ، خلايا الدماغ، وأيضاً بتشتغل على تنشيط عضلة القلب، وعمل بالنسبة لعضلة القلب تعمل توازن لعضلة القلب، بتحمي من التجلطات، بترفع من معدل التركيز والذاكرة، وخاصة كان للصغار والكبار. ليش احنا بنقول للأطفال قبل ما يدخلوا على المدرسة بفترة شهر
نحاول قدر الإمكان نعطيهم أوميجا 3 أو زيت كبد الحوت حتى يصير في عندهم نشاط للذاكرة، وبنفس الوقت حتى يرفع مناعتهم، ما يصير في عندهم عدوى فيروسية إن كان من الأجواء المحيطة فيهم أو من تقلب الطقس. والأوميجا 3 كمان بتشتغل على شو؟ بتشتغل على الأوعية الدموية. أي شيء اسمه دهون مركزة أو موجودة بجدران الأوعية الدموية، الأوميجا 3 عندها استعداد إنها تحللها وتحل محلها كزيوت مفيدة. وإن شاء الله تكونوا اليوم استفدتوا من هاي المعلومات. بشوفكم مرة ثانية. مثل ما تابعنا معكم مشاهدينا مع سمر البدوي أهمية تناول الأسماك وبالتحديد السردين طبعا اللي يحتوي على الأوميجا 3، لذلك نحن لازم أيضا نحافظ على تناول الأسماك على الأقل يوم في الأسبوع. أكيد. ومن تقارير الصحة والطب مشاهدينا وعمر ننتقل إلى فعاليات المنطقة الشرقية وأحداثها المختلفة. اتجاهنا الحين بيكون لجامعة الشارقة لمتابعة تفاصيل حفل تخريج الدفعة الأولى من الدبلوم المهني في التفتيش والسياحة البيئية. خلونا نتابع. نظمت جامعة الشارقة فرع كلباء حفل تخريج الدبلوم المهني في التفتيش والدبلوم المهني في السياحة البيئية، وذلك بحضور سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة الأستاذ الدكتور أحمد النعيمي مدير جامعة الشارقة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية القائمين على تنفيذ البرنامج والطلاب الخريجين. الحمد لله أن اليوم نفتخر حقيقة بأبنائنا وبناتنا موظفي الحكومة الشارقة في الفروع سواء كان في البلديات أو في المحميات البيئية، وتخرجهم حقيقة اليوم 57 شاب وشابة حقيقة في هذا الجانب، لهم دور كبير حقيقة في إثراء شهر أو 45 يوم إجمالي الأيام اللي تدربوا فيها وخذوا دبلوم مهني، فهذا يعزز من دورهم كمفتشين ويعزز من دورهم أيضا مفتشين بيئة لعملهم، وأيضا للفروع سواء كان فرع كلباء وفرع خورفكان أو فرع دبل حصن. استهل الحفل بكلمة من سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عن أهمية الدورات في المجال الوظيفي، حيث أنها تقوم بتعزيز دور الموظف في مجاله الوظيفي وإكسابه الخبرات التعليمية المهنية. في الواقع الدبلومات المهنية هي واحدة من أهداف الجامعة المتمثلة بخدمة المجتمع، ليس في خدمة المجتمع المحلي فحسب، وإنما المجتمع العربي والمجتمع الخليجي، وهكذا هي واحدة من المهام الرئيسية للجامعة. وبالتالي فالجامعة الحمد لله رب العالمين بالتعاون مع دوائر حكومة الشارقة ودوائر الدولة فإنها مستمرة بشكل دائم على منح شهادة الدبلومات المهنية من خلال التدريب المكثف، من خلال استقطاب أساتذة وخبراء، وبحيث يعطون هذا الموظف الشهادة التي تمنحها المهنة الرئيسية في مجال عمله. ثم بادر سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة عن أهمية طرح مثل هذه التخصصات في أفرع جامعة الشارقة. الدورة كانت عن دبلوم التفتيش المهني، والحمد لله استفادينا منها أشياء كثيرة كثيرة جدا، خاصة في الاشتراطات الصحية والأمن الغذائي، يعني احنا شغلنا هذا تفتيش على المواد الغذائية وما شابه ذلك، والحمد لله الله وفقنا في الدورة هذا وجزاهم الله ألف خير. في الختام تم تكريم الخريجين والجهة المنفذة للبرنامج المهني والجهات المشاركة التي دعمت تنفيذ البرنامج. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير أو هذا التخريج. طبعا مشاهدينا مثل هذه الدورات مثل هذه الدبلومات تؤهل الموظفين أكثر من في مجالات تخصصهم طبعا، وهذه شراكة مع جامعة الشرق بحيث أنهم يستقطبون أكيد دكاترة لتعليم هؤلاء الموظفين وأكيد تثقيفهم في المجالات التخصصية المختلفة. صحيح. وأيضا عاش من حفل التخريج ننتقل معكم
إلى المؤتمر الصحفي لمهرجان كلباء الثقافي بدورتها الثانية. نتابع تفاصيل المؤتمر في هذا التقرير، خلونا نتابع. نظمت دائرة الثقافة في مدينة كلباء مؤتمراً صحفي حول مهرجان كلباء الثقافي بدورته الثانية في جامعة الشارقة فرع كلباء، وهي عبارة عن توليفة لمجموعة من الثقافات المختلفة في الخليج العربي. هذا المهرجان يعني نحن نعتبره مهرجان فيه فكرة ناضجة وتراكم ثقافي متكامل ورؤى واضحة، فبالتالي نحاول قدر المستطاع في مهرجان كلباء من خلال الأعمال اللي موجهة لكل الشرائح، وهي باقة منوعة على المدى 3 أيام. ينطلق هذا المهرجان 16 من هذا الشهر وينتهي 18، على المدى 3 أيام ستكون هناك أو المدينة ستشهد هذا العرس الثقافي الشامل المتكامل. سيضم المهرجان مختلف الشخصيات والفرق الموسيقية والشعبية التي تعكس طبيعة ثقافة شعوبها، ومن بينهم نخبة من شعراء الخليج وأبرزهم الشاعر والممثل والمخرج السعودي علي الهويرني الذي سيشارك بأول فقرات الحفل بيومه الأول. أما الفنان المغني فيصل الجاسم سيلحن في أجواء مدينة كلباء بغناء أوبريت وطني تزامناً مع الأيام الوطنية في الدولة، وذلك تعبيراً عن حب وامتنان الشعب لدولته وقيادته الحكيمة. كما سيتم تقديم قصة تاريخية ثقافية بأواخر المهرجان من الراوي والشاعر المثقف السعودي بدر اللامي، وسيكون للمسرح نصيب من هذا المهرجان بفن الإيماء والرقص الأتيني والأمريكي. يهدف المهرجان الثقافي في مدينة كلباء بدورته الثانية بإحياء الحراك الثقافي في المنطقة وتجسيد الترابط بين الفن الشعبي والفنون الأخرى وخلق التمازج بين الثقافات والفلكلور بأنماطه، كما تم عكس الأضواء على مدينة كلباء لامتزاج الجمال الطبيعي على ساحلها بهذا الفن الشعبي الذي سيعكس طبيعة ثقافة شعوبها. إذن مشاهدينا مثل ما تابعنا معكم هذا المؤتمر وأيضا ما جاء فيه، لذلك إن شاء الله نشهد أيضا أحداث كثيرة ستحصل في المنطقة الشرقية وتحديدا مدينة كلباء. أكيد في هذا الشهر إن شاء الله تاريخ 16 17 18 إن شاء الله 3 أيام متتالية ومتواصلة بيكون إن شاء الله هنالك عرس ثقافي في المنطقة الشرقية. صحيح. مثل ما ذكر تقرير أوبريت بحري عن الضغوة، وأيضا إلى جانب وجود شعراء وأيضا فرق نقدر نقول مختلف البلدان العربية. صحيح. والحين مشاهدينا فاصل قصير بنواصل معاكم فقرات برنامج صباح الشرقية، خليكم ويانا. We'll be right back.